حالات الاختفاء واللي بتنتشر كل يوم والتاني الحقيقة، وبنفاجأ. وزي ما أنا قلت لحضراتكم، الواقع اللي معانا النهاردة بتأكد إنه في حالات، بس لما الدنيا بتبقى صعبة شوية بنلاقي إنه طبعا يعني بيتم الإعلان عنهم. يعني عندنا انتشرت امبارح حالة اختفاء كاترين سامح من سوهاج، واتضح ان هي مختفية، وزي ما اسرتها بيقولوا مخطوفة، هم بيتوقعوا ان هي مخطوفة، والخطف ده من يوم 15/5/2018، وتم اختار جميع الجهات السيادية بالمحافظة وعمل محضر بالواقعة، ولكن للأسف تم حفظ المحضر، وعاملين استغاثات الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي على وعسى انه تستجيب الدولة واستغاثة باسم الرئيس السيسي ايضا للمساعدة في البحث عن كاترين واعادتها لاسرتها. كاترين مخطوبة، وهيكون ان شاء الله نحاول يكون معانا دلوقتي ده خطيبها اللي مع كاترين، ومعانا كمان الاستاذ ارميه، ومعانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ سامح خلف والد كاترين. استاذ سامح، اهلا بحضرتك وقلوبنا معاكم. اهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك. طيب طبعا كاترين كده على حسب كلام اللي انتشر بالامس على مواقع التواصل الاجتماعي او النهارده الصبح ان هي مخطوفه من يوم الثلاث، ممكن حضرتك تحكي لنا هي عندها كام سنه، بتدرس ولا، وايه الواقعه، وحصل الخطف هي امتى وازاي؟ اتفضل. عندها 27 سنة وحصل على وزارة حقوق سنة 2014. عندها تمام. 27 سنة طيب ايه اللي حصل بقى يوم الثلاث في واقعة الخطف؟ اللي حصل حضرتك، انا والدها وكنت موجود في القاهرة، كان عندي شقة بعمل فيها شغل فيها. تمام. فهي قابلت من البيت حضرتك حوالي الساعة 5، قالت أنا رايحة الكوافير، وهروح المحطة أحجز تذكرة عشان يعني القاهرة عشان أسافر لبابا وخطيبها أرمية، عشان إحنا كنا بنقعد هو بيوضب في الشقة وأنا بوضب في الشقة عشان أعرف أساعدها. هو كان الفرح، وحضرتك طبعا هي اتخطبت من امتى والفرح امتى كان المفروض؟ هي مخطوبة حضرتك من شهر 2، من شهر فبراير. الفرح تمام. طبعا الثاني، يعني احنا بالنسبة للفرح حضرتك ما حددناش ميعاد الفرح لسبب ان احنا طبعا لسه مش عارفين الشقة هتجهز امتى. تمام. فالحكاية ان هي كانت مسافرة مصر ليك لحضرتك، وبرضو كانت هتقابل خطيبها في مصر. تمام. وبعد ما راحت الكوافير المفروض ان هي كده راحت على المحطة ولا؟ لا، راحت حضرتك راحت الكوافير. فطبعا بقى يعني من الكوافير، فطبعا احنا لما عرفنا ان هي ما رجعتش، فانا كنت بقى اتصل بيها وقلت يا بابا ده كاترين طلعت امبارح بالليل راحت الكوافير وجت راح المحطة عشان تاخد استذكار، ويا بابا ما رجعتش. بابا ده انا هركب وعادي ركبت من مصر وجيت. اللي طب حصل جيت يا بابا ده هي جت رايحه الكوافير وراح المحطة أحجز التذكرة. طب كان في برضو كلام مكتوب استاذ سامح ان هي بعتت لك رساله، وانه كان في كاميرات تم تفريغها، فالكاميرات دي انها مشيت عكس اتجاه لا المحطه وبعتت لك دي رساله. حضرتك طبعا احنا دي حضرتك احنا طبعا لما هي ما رجعتش، فاحنا بالتالي ان احنا تابعنا الكاميرات من ساعه ما طلعت حضرتك من الكوافير. فعملها في الكوافير الساعة 5:30 ومشيت في اتجاه المحطة ايوه. اتجاه عكس ففي الدنيا حضرتك متابعين الكاميرات لغاية آخر مكان وصلت فيه حضرتك، وبعد كده ما في كاميرات ما تمكناش ان احنا كان ايه نشوفها في اخر البيت او مكان يعني كانت يعني رايحة برضو لموقف اتوبيسات حاجة تاني؟ لانه المكتوب ان هي الرسالة اللي كانت بعتها لك كانت بتقول ان هي تحت ضغط وانها تعبانة نفسيا وهتسافر اسوان. دي رسالة مكتوبة اللي اتبعتت لا هي ما لحضرتك؟ قالتش تحت ضغط، هي قالت ان انا قالت ان انا انا نفسيتي تعبانه شويه مسافر اسوان اسبوع زمن، واول ما جاب مصر اسوان هضمنكم. هو انتوا ليكوا قرايب في اسوان يا طبعا استاذ هو سامح؟ دي اعراض بس ما بتروحش عندي. وطبعا سالته بالتاكيد تمام. ما راحتش عند حد من القرايب. طب طب طبعا اسوان حضرتك جميع البيوت اللي موجوده في اسوان اللي هي تبع الكنيسه
طيب فافضل ان هي ما فيش حاجه للتليفونات. طيب هل كده وبعدين طبعا بمعنى الرساله دي، يعني هل الرساله دي تشير الى انه العمليه مش خطف، ولا ممكن تكون حضراتكم شاكين انه يكون حد اللي بعت الرساله دي كنوع من انواع التمويه بعد لا ما حضرتك، ما هو حضرتك الرساله يا اما حد ضغط عليها وخلاها هي كتبتها، يا اما هو بعد ما خد منها الموبايل وهو اللي بعت الرساله. لكن في الكاميرات مش باين اي حاجه بعد ما طلعت من الكوافير على مدى شويه كده، يعني مثلا بعد ما طلعت بقد ايه الكاميرات جابتها؟ بربع ساعه يعني، توقيت كان باين ربع ساعة. ربع ساعه، وبعدها مفيش اي كاميرات والموبايل برضه رصدت. حضرتك يعني بعد الرسالة مباشرة الموبايل اتقفل، فده يدل على ان يا اما تحت ضغط يا اما اللي خد الموبايل طيب هو اللي كان بعت الرسالة. لما عملتوا محضر دلوقتي، هل شايفين في تعاون مع قوات الأمن؟ هل قدروا يتتبعوا برضو الموبايل بعد ما اتقفل أو أي حاجة ولا؟ والله حضرتك احنا ما نقدرش نقول الأمن مثلا ما بي احنا بنروح، بس احنا بنروح نسأل يعني، واحنا من حقنا كأهل، وانت عارفه ان الأب والأم طبعا أنا عارفة. من حقه ان هو يعرف أي معلومة. هو الناس يعني بيروحوا بيقولوا احنا قاعدين شغالين حقيقة الدب، وكنا قلنا لهم ان احنا يعني تتبعناها في الكاميرات. تمام. فبرضه الامن برضه خدت بالك بيقول لك نروح يعني كذا مره، رحنا الامن اكثر من مسؤول اكثر من واحد، ودينا 12 يوم حضرتك يعني 12 يوم واحده غايبه من البيت. تمام. وانا مبلغ بيها، طب اعمل ايه حضرتك؟ اعمل ايه؟ ربنا يكون في عونكم. طب احنا معانا برضه، خليك معانا يا استاذ سامي. واحنا كان عندنا ثقه في الامن، ان هو امن الوطن، امن اللي بيحمي الناس. تمام. يعني كان عندي ثقه ان هم يوم اثنين يجيبوا لي بنتي. انا يعني انا مش 12 انا يوم عاوز بنتي، انا بناتي دي بقيت اتفضل يجيب لي بنتي. عندك حق استاذ سامح، خليك معانا. طيب معانا انا الاستاذ ارميه. انا بناتي دي بقيت فيفي، وكل من هو مسؤول في الدوله هم مسؤولين عن هذه الحاجات، وهم مسؤولين عن الدوله، مسؤولين عن الناس. وحافظ فؤاد ومدير امن فؤاد، انا شفتهم ان يجي في اقرب فرصه يجيبوا لي بنتي عشان في اي ظروف ثاني يضروني بنتي، اشوف بنتي وايا كان بعد كده اشوف بنتي باي وضع كان. طيب يعني ما قالولكش خالص مثلا حتى ان هي قربوا من مكانها او عارفين مكانها؟ ما فيش حصل اي كلام من هذا القبيل؟ لا حضرتك معلش، احنا بنقول ان احنا ماشيين في خط حضرتك، ولسه ما توصلناش للحقيقة، لما نوصل لحاجة معينة نبقى نقول لكم. تمام. طيب خليك معانا يا استاذ سامح، معانا ارمية خطيب كاترين. استاذ ارمية برحب بيك معانا. ايوه عشان حضرتك. اهلا بيك استاذ ارمية، معلش سامحني في السؤال، احنا طبعا انتم مخطوبين من شهر من شهر فبراير، وهل العلاقة كويسة؟ هل كان في اي مشاكل في الفترة اللي قبل ما تختفي فيها كاترين؟ ما فيش ما بيننا اي مشاكل، والدليل على ذلك انها كانت عايزه تيجي من القاهره عشان انا كنت شغال في الشقه بتاعتي لوحدي، فقالت لي حرمت تبقى شغال لوحدك في الشقه، انا هبقى واقفه معاك، حرام تبقى انت واقف لوحدك مع الصناعيه، انا هبقى واقف معاك. فقلت لها لا انت يعني انت الفتره دي تعب يعني سالتني في البيت لحد ما تخف، قالت لي لا انا مش هينفع فانا هنزل. كانت تعبانه عندها ايه طيب استاذ ارميه؟ عادي دور برد يعني او كده؟ التهاب التهاب في الامعاء. فحضرتك طيب يعني انتوا متعرفين على بعض من فتره والعلاقه كويسه بينكم يعني، واتفقتوا العلاقه واحنا واخدين بعض عنه يعني رجعنا قبل ما يعني قبل ما نتفرج، احنا كنا بنحب بعض. تمام. احنا كنا حاطين بعض يعني قصدي الحب دي قبل الخطوبه مش بعد الخطوبه. تمام، يعني على توافق طبعا والمشاعر تجاه بعض، عشان كده خلاص اخترتوا ان انتوا هتكملوا مع بعض. طيب ما لاحظتش اي تغيير طيب عليها في الفتره الاخيره خالص؟ يعني ما فيش اي حاجه ولا ليها اي صحبات تحس ان هم ممكن اثروا على يعني؟ طب هي يعني اصلا مش من النوع اللي هو يعرف الصح اللي هو ايه بتخرج مع زمايله وبتاع، اللي هو النوع انطوائي شويه، قاعده في البيت تخلص شغلها تروح البيت تقعد تتكلم مع لحد ما تروح شغلها الصبح بس على كده. تمام يعني زي ما هنا ده كانت بتشوفه مثلا كل شهر مثلا او كل
تقريبا من ساعه ما اتخطبنا ما شافتش زمايلها قدامها مرتين. وزمايلها دول مش حد فيه ده هم بينتقلوا. ريمو انا اخوك ساعتها. تمام يا استاذ ارميه، طبعا انا عارفه مشاعر حضرتك دلوقتي، وانتوا كل طبعا اللي بتحكيه حضرتك والاستاذ سامح كده بيشير لموضوع خطف، يعني مش ان هي اختفاء بمزاجها. صدقني المشاعر بتاعتي مش مشاعر عادي، انا بتكلم ان احنا ليه الامن بتاعنا في الشارع مش عايز يطمنا؟ ليه الامن كل ما اطلب منه شيء لا احنا في خوف ماشيين عليها. يعني انا اصلا فني تركيب كاميرات، فطلبت من بتاع الامن قلت له انا رحت بصيت على كاميرات المحطه بتاعت سكك حديد مصر لقيتها كاميرات كويسه جدا. وايضا حضرتك تشوف نتاكد من ان هذا جديه الرساله اللي جت. قال لك ايه؟ بقول له يعني لو مثلا هي قالت لك قصدي في الميعاد اللي هي بعتها في المسج، اذا هي المسج هي اللي بعتها. لا ما ردتش القصر، يبقى الناس دي مش اللي بعتها. واحنا نبتدي ندور داخل المحافظه هنا مش خارج المحافظه، فدي لي لا الكاميرات دي ما لهاش اي لازمه، الصوت ده ضعيف. رحت نصور الموبايل، يعني الموبايل بتاعها اندرويد، صورت العلبه بتاعته وبعتها لبتاع الامن الوطني. يا باشا حضرتك عملت تتبع للعده بتاعتها، قال احنا عملنا تتبع الخط دي، الخط مش اي لازمه، لو هم طلعوا لنا العده ورموه مش اي لازمه، لكن انت تتابع لي العده. قال لي طب صور لي العده، اقول له يا باشا انا ما ينفعش ابعت، يعني ابعت لك العده لازم اخد يعني اخد قرار من انا الاول. قال لي لا انا اللي بقول لك صور لي العده وابعتها، بعد ما صورت العده وبعتها على اساس ان هو هيتتبع العده ويعرف لو اتحط فيها اي خط غريب. ده اللي بيحصل، يعني ده يعتبر الف ب. انا طبعا مش عارف شغل، بس ده الف ب بالنسبه لي. ده الف ب اشوف الكاميرات المراقبه واتتبع التليفون بتاعها. بالظبط بالظبط. لكن هو بص ما عملش كده، وقعد يعني وقعد يعطل. لا انت ما تبصوش على كاميرات المراقبه بتاعت المحطه، ما تبصوش على كاميرات المراقبه عشان انتوا يعني الشغل بتاعكم ما يتعارضش مع الشغل بتاعي. فاللي هو انا مسافه يعني مسافه ما احنا خلاص فقدنا الامل فيه، قلنا نبص احنا على كاميرات المراقبه كان من اماكن كتير قوي. الدي جي ار كان فاتح التسجيل من الولايات كلها، فتح التسجيلات القديمه كلها، ومش باقي غير التسجيلات الجديده بس. يعني احنا وصلنا لاربع كاميرات مراقبه بس. بس في نفس الوقت برضو الكاميرات كده بعد ما وصلت لها استاذ ارميه ما جابتش ان في اي حد اي اعتراضها في طريق اي حاجه، يعني هي تابعت الكاميرات لغايه ما اختفت من مجال الكاميرات وخلاص على كده. لحد ما اختفت من مجال الكاميرات وقعدت، لا وقعدت حاطط على الكاميرات بعدها بساعه، قلت يمكن تكون يعني ترجع من نفس الخط، في حد متحرك وراه في الكاميرا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ما لقيتش حد متحرك وراه. تمام. طيب كان في حد مستنيها بره ولا مش حاسين اي حاجه؟ انا عارفه طبعا الرساله اللي انتشرت مناشده للرئيس وللقيادات الامنيه والسيد اللواء مجدي عبد الغفار. احنا كنا بس طمعانين ان احنا فعلا نبقى نور عينيه زي ما هو كان بيقول. رئيس السيسي كان بيقول انتوا نور عينيا، احنا مش احنا ان احنا حتى يعني في كلام كده ما ينفعش كده. معلش انا عارفه مشاعركم وعارفه قد ايه طبعا الحكايه صعبه عليك، وطبعا وهادوا فعلا يعتقد دي سنته او حتى بنت حد من قرايبه، ويعني يدوروا عليه. صحيح. لو يدور علي انا ما اقدرش اقول اذا كان هم عارفين مكانها ولا لا، بس يدور علي. ليه يا استاذ ارميه طيب انتظرته من يوم 15 لغايه يا دوبك بس امبارح اللي ابتدى نشر الخبر، يعني ما حاولتوش ليه تنشره قبل كده؟ كمصرية قالت ان احنا مش عايزين نعمل شوشره، والشوشره دي مش هتبقى مناسبه، الشوشره دي مش هتبقى مناسبه للموضوع بتاعنا. تمام. احنا مش عايزين نعمل شوشره، لكن بعد ما كنا في تخاذل من الناس كلها، تخاذل من كل الناس، فخلاص بقى. زي ما والدها بيتكلم 12 يوم ومفيش اي تطور، وبالتالي تخاذل حضرتك. ده تخاذل اذا كان يعني الكنيسه عملت اللي عليها، بس ادهات
التنفيذيه مش قادره تعمل اللي عليها. يعني احنا يعني احنا عملت وبلغت و الجهات التنفيذيه متكفلين. تمام تمام يا استاذ رمية، قلوبنا معاكم، ميرسي طبعا، شكرا لحضرتك برضو تواصلت معانا وتابعوا معانا، بحيث انه اي حاجه جديده من فضلك بلغونا. وهرجع برضو مع يعني الاستاذ سامح، ايه اخر رساله طبعا، وبرضو يمكن حضرتك نفس الكلام ان انتوا يعني ما اعلنتوش من اول الاختفاء على اعتبار ان انتوا كنتوا مستنيين الامن يعني يلاقيها من غير ما يبقى في اي اعلان. استاذ سامح؟ ايوه استاذ، عايز اتكلم. تمام، انت نفس الراي بتاع حضرتك بالنسبه لان انتم من يوم 15 ولم تعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي او في اي مكان عن اختفاء كاترين؟ حضرتك انت عارفه ظروف السعيد. يعني هناك كصعيد برضه يعني فاحنا كان عندنا امل في ربنا ان بتوع الامن يساعدونا يعني ويجيبوها لنا على فرصه. فده يعني خلاني قلت ادي ماشي. فبعد يعني بعد 9 ايام او 8 ايام حكمنا ايه تاني حضرتك؟ تمام. 12 يوم يعني دلوقتي احنا دخلنا في 12 يوم، حصلنا ايه حضرتك؟ فانا لجأت ان انا خدت بالك استغيث. انا لجأت استغيث، انا بعت لحضرتك تلغراف النهارده لرئيس الجمهوريه، بعت تلغراف لوزير الداخليه، لرئيس مجلس الوزراء، للسيد محافظ سوهاج والسيد اللواء مدير امن سوهاج. بعتوا مراسلات لكل دول يعني. تلغرافات ان انا بستغيث بيهم، انا ده بنتي. امها عليك يعني مش عايزه تتكلم، مش عايزه تروح الشغل. يعني قاعدة فيها شغل ولا قاعدة تتكلم؟ يعني استنى بدل يعني تموت قدامي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟ ايه اللي بيجي ان انا اعمله غير ان هم اللي طمنوني، هم وهم اللي ساعدوني، هم المسؤولين في الدولة، هم المسؤولين عن الشعب كله. تمام. يعني الناس اللي احنا بنختارها بنختارها ليه؟ بنختارها ليه؟ عشان تساعدني وتبقى واقفة في صفنا. تمام، أنا فاهمة. طيب آخر رسالة تحب توجهها يا أستاذ سامح؟ وطبعا أنا عارفة إنه ربنا يكون في عونكم حضرتك ووالدتها وإخواتها. أوجه رسالة حضرتك، أوجه رسالة حضرتك للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إن أنا بفضلك تتدخل بسرعة حضور بنتي السيد وزير الداخلية بالتوجيه من الجهات المختصة بتوعك بسرعة الإجراءات. تمام. والمحضر ساعات تكتب بتاع المحضر اللي انا عامله بالنسبه للنيابه اتحفظ. اتحفظ ده برضو دي كانت حاجة غريبة طبعا، موضوع انه يعني يتحفظ في هذا الوقت السريع، ولا ده دايما في كل حالات الاختفاء او الاتهام بخطف لما بيبقى محضر خطف؟ حضرتك يعني انا حضرتك انا الظروف دي ما مرناش بيها ولا نعرف عنها حاجة، بس انا يعني انا عامل محضر، انت كان يابا بتحفظ لي المحضر ليه؟ وصلت الحاجة عشان تقول لي مثلا ان انا بنتك ضربت عربية او بنتك حد خطفها او بنتك ماتت وتعالى خد الفكره عشان تحفظ لي المحضر. تمام، عندك حق. يعني برضو حفظ المحضر ده حاجه غريبه جدا، وانه لو حفظه طب ايه يعني هو خلاص ال 15 يعني كده احنا بنقول 12 يوم هي دي كفيله بالبحث عليها ونحفظ المحضر خلاص؟ حضرتك يعني ما انا يعني هم المحضر اتحفظ في 22/5، يعني انت جهاز او امن او ما ادراك ما تقول في البلد في اليوم مثلا من يوم 15 ل 22 وتقول يحفظ المحضر؟ عارفه مشاعركم طبعا وحاجه غريبه جدا. اديني مبرر لحفظ المحضر، اديني مبرر. تمام يا استاذ سامي، انا لقيت حاجه، انا عملت حاجه، اديني مبرر لحفظ المحضر. بالظبط بالظبط. فانا بناسب من المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والعاشره السيد رئيس الجمهورية الفتاح السيسي بحضور بنتي بأي وضع كان، بأي وضع كان، عشان بنتي قدامي، عشان بنتي قدامي. صحيح. ربنا يكون معاكم أستاذ سامح، أنا بشكرك وبشكر أستاذ أرمية وجميع الجهات المسؤولة في الدولة وخاصة وزارة الداخلية. تمام. المختلفة عن هذا الموضوع. تمام، وخصوصا إن في حالات بتحصل لو بيتم الكشف عنها بسرعة فبتبقى في حالات يعني بيتم الكشف عنها بسرعه والدنيا بتتحرك بسرعه، فنطالب يعني الامن والداخليه بالتحرك بالنسبه لكاترين سامح، نعرف هي فين من فضلكم يعني. ومش لوجيك ابدا، مش يعني غريب موضوع اغلاق قفل محضر
واحنا مفيش اي معلومات جديده خالص عنها، طب بتقفل محضر بناء على ايه؟ انا يعني عارفه مشاعرك يا استاذ سامح، وربنا يكون معاك، ربنا يكون مع والدتها ومع الاسره كلها. اهم كمان من كل ده بنطلب من المشاهدين يصلوا من اجل ان كاترين تكون بخير يا رب، وترجع بالسلامه لاسرتها ولبيتها ولخطيبها بالف سلامه يا رب. انا بشكرك جدا استاذ سامح، وبشكر استاذ ارميه.